احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها كانت ال اهو اخر سؤال تقريبا احنا اخدناه 285. المفروض النهارده هنبدأ في 286. تمام. 286 بيقول لي، اتمنى طبعا الناس تكون فاكرة، really the function f of x equals a to the power x is decreasing on the domain dots. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلنا ان f of x equals a to the power x. انا عندي هنا حالتين، عندي حالة ان ال a اكبر من ال 1، وعندي حالة ان ال a اصغر من ال 1 واكبر من ال 0. اللي دي بتبقى increasing ودي بتبقى decreasing، وشكرا خلاص اتكلمنا فيها كتير جدا، وكنا اخدنا رسوماتها واخدناها باستفاضة يعني. تمام. يبقى هو عايز الكيس اللي بتكون الفانكشن دي decreasing، يبقى decreasing لما ال a تبقى smaller than 1 و greater than كام؟ greater than 0. تمام. اوكي 287 أحمد عبد العزيز، يلا يلا أبو حميد، سؤال مباشر على الساين لو. فبيقول لك in the triangle ABC A over sin A، احنا عارفين الرول بتقول A over sin A equals 2R. 2R لما يقول لي A over sin A equals 6، يعني معنى كده ان ال 2R دي بكام؟ ب 6. حلو، يبقى 2R equals 6 then r equals 3. هو طبعا ما طلبش، هو قال لي then the radius length of the circumcircle equals طلب الار على طول، يبقى الار ب 3. شكرا. طبعا ممكن هنا يطلب منك circumference of the circumcircle او يطلب منك the area of the circumcircle، في الحالتين it depends on r، فلازم تجيب الار وبعد كده تعمل operation تاني. تمام. اتفضل 288 يلا يا علي. ايه مستر محرزك، انت يا علي تقريبا حليت معايا نوع ده قبل كده من انواع الاسئله واتكلمنا فيه قبل كده انا فاكر. تقريبا. تمام. تعال نشوف هو بيقول ايه. بيقول لك the curve represented in the opposite figure symmetric about the straight line whose equation is dots. الكيرف اللي قدامك ده ايا كان بقى، هو الراجل ما قالكش لا فانكشن ولا نوت فانكشن ولا كوادراتيك ولا شغل دماغه باي حاجه خالص، هو قال لك كيرف وسكت، ملوش دعوه هو ايه. قال لك symmetric about A. symmetric about A يعني ايه؟ اللاين اللي بيقدر يقسم لك الكيرف ده ل two congruent parts. ال x axis. الله ينور عليك، برافو. x axis طبعا، يعني ده كده اهو هيعمل divide للكيرف، الاثنين parts are congruent، او اللي على يمينه symmetric مع اللي على شماله. الله ينور. طيب اتفقنا قبل كده ان ال equation بتاعت ال x axis فاكرها؟ وال equation of y axis. مش equation x على طول وانت مغمض. زيرو. الله ينور عليك، وانت مغمض equation of x axis y equals 0. تمام. equation of y axis x equals 0. بس كده. عشان ممكن يجيب لك الكيرف ايه كده، يقول لك مثلا اهو الكيرف بالمنظر ده اللي هو ال x power 2. تمام. symmetric about ايه؟ ده symmetric about y axis. ال equation بتاعته ايه؟ x equal ايه؟ x equals 0. تمام كده؟ تمام. يبقى هنا الكيرف اللي قدامنا ده، نرجع لسؤالنا، الكيرف اللي قدامنا ده symmetric about x x اللي هو x y equal 0. الله ينور، برافو، اتفضل. تمام. 289 يعتبر من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، ومتوقع تلاقي ان شاء الله ان شاء الله بعد بكره حاجه شبهها. يلا يا هاجر. ما حضرتك بيقول لك in the opposite figure f of x equals logarithm x للبيز a،
يعني ال opposite figure ده represent function. الفانكشن دي اسمها f of x equals log x للبيز a. تمام؟ تمام. اهو. Then logarithm 16 over 81 للبيز a equals dots. هو اللعبة كلها الراجل عايزك تعملي ايه؟ هو اعطاك الفيجر اللي قدامك ده. ايوه اعطاك الفيجر اللي قدامك ده عشان تاخدي. هو بيقول لك ان f of x equals اهو f of x equals logarithm x للبيز a. قال لك تاخدي اي given point على الكيرف. قال لك انا محدد لك given point اهي. يعني انا قايل لك في point اهي الكوردينيتس بتاعتها كام وكام؟ 9 over 4 ونيجاتيف 2. اوكي ده ريبريزنت x وده ريبريزنت واي. قال لك خدي بقى البوينت دي عوضي بيها في الفانكشن لان ما دام هي البوينت موجوده على الكيرف يعني بتساتسفاي الايكويشن بتاعه الفانكشن. تمام. احنا متفقين ان f of x دي معناها y صح كده؟ يلا بينا نيجاتيف 2 equals لوجاريزم للبيز a ل 9 over 4. لحد كده قلت حاجه صعبه؟ يلا تعالي نحاول اللعبه بتاعتنا دي. احنا كنا بناخدها زمان نحاول ازاي من لوجاريزم الاكسبوننشال. فكنت بقول a power negative 2 الله ينور عليكي a to the power negative 2 equals 9 over 4. طب ما تيجي نعمل لعبه حلوه كده واقول a power 2 equals a 4 over 9. perfect. اخد square root ل a تطلع ال a بكام؟ ب 2 over 3. طبعا مش هقول هنا positive or negative لان احنا متفقين ان ال a دي as a base ما ينفعش تبقى بالنيجاتيف. تمام. فالاي بتاعتك بقت بكام؟ 2 over 3. شكرا. بصي بقى الراجل بقى بصي عايز ايه؟ قال لك انا عايز لوجاريزم 16 over 81 للبيز a اللي انت طلعتيها من شويه اللي هي 2 over 3. قال لك كالكليتر وانت مغمضه بقى اخبطيها لي على الكالكليتر. لوجاريزم حاجه للبيز حاجه هتلاقيها موجوده عندك. حطي لي بقى الكلام ده واحسبه لي بكام؟ 4. شكرا. وصلت؟ وصلت يا شباب؟ يا ريت يا جماعه اي حد يسقط مني في اي حاجه يقول لي لا دي انا معلش عيدها تاني اصل انا كنت سرحان. عادي على فكره مفيش مشكله. خلاص امتحان كمان يومين. ماشي يا هاجر اوكي اتفضلي. شكرا. عفوا. يلا بينا 290 عايز ملك خالد. أيوة يلا ملك 290 بيقول لك f of x equals okay f of x equals a piecewise function f of x equals x squared minus 1 over x minus 1 in case of x doesn't equals to 1 و 2a in case of x equals 1. قال لي is continuous at x equals 1. What the meaning of continuous؟ معناها ان الفانكشن دي continuous يعني معناها ان الليمت من الليفت equal الليمت من الرايت equals f of a. فتعالي نفتكر مع بعض كده اللي احنا الستبس هي ممكن تتعمل اقصر من كده بس انا عايز افكرك بقى افكر الناس كلها كنا بنعمل ايه. نمبر لاين. نمبر لاين جميل كده كنت بحط ال1 وفي حاله ان هو قال لي not doesn't equals 1 يعني الليفت زي الرايت. تمام. وساعتها يا ملك كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول حاجه جميله جدا. كنا بنقول ان احنا لا بنجيب ليفت ولا رايت هنا بقى على طول بجيب الليمت على طول. الليمت على طول. الله ينور عليك. يعني انا هقول له ليمت when x tends to 1 ل x to the power 2 minus 1 على x minus 1. كنا بنجيب الليمت ازاي؟ بمنتهى البساطه دايركت سبستيوشن. هاجي هعوض في المنظر اللي قدامي هيقول لي 0 over 0. 0. unspecified فساعتها هلجأ للفاكتورايزيشن. يلا تقدري تفكريني كده الزيرو فاكتور كان مين اللي بيديها من فوق من تحت؟ اكس ثانيه ها ها بجيبه من شرط الليمت تحت اهو انا بكتب معاك اهو اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 صح باخد ال1 ادخلها باكس الساين يلا تبقى اكس ماينس 1 اكس بلس 1 هفاكتورايز اكس ماينس 1 اكس بلس 1 وتحت اكس ماينس 1 يلا يلا دايركت سبستيشن هتطلع كام؟ 2 ده الليمت طلع ب 2 والمفروض ان f of 1 تطلع قد قيمه الليمت اللي هي تطلع بكام؟ ب 2
يبقى معنى كده ان 2a يا سلامة جمال خلاص خلص 2a equals 2 ودي دي هناك يبقى a equals 1 وكده انا خلصت. فهمت؟ السؤال ده يعتبر من الاسئله المهمه جدا 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 جدا، لازم يجي لي في الامتحان حاجه زي كده، لازم يجي لي في الامتحان حاجه زي كده. تمام اوكي اتفضل. 291 حور يلا بينا. ايوه بستر. limit لما x tends to 0 ل x squared minus 1 over x. قلنا هنا step number 1 ثواني كده يا حور معلش. اه جانا اتفضلي. مستر معلش كنت عايز اسال حاجه بس اسال. طبعا اتفضلي. هي ال f of 1 دي اللي هي ايه؟ احنا مش اتفقنا شرط الكونتينيوتي at x equals 1 يبقى لازم f of 1 من الليفت equals f of 1 من الرايت equals f of 1. f of 1 من الليفت equals f of 1 من الرايت اللي هو قصده بيها الليمت لما x tends to 1 اللي انا جبتها خلاص. f of 1 يعني لما x equals 1 ما هو لما x equals 1 الفانكشن قيمتها بكام؟ 2a بس كده. يبقى f of 1 دي معناها 2a يبقى 2a equals 2. فهمتي قصدي؟ اه لو ما فهمتيش قولي لي عندك تاني على فكره عادي هو وارد جدا تبقي ناسي. طيب اوكي يلا. مين انا كنت قايل لمين يحل معايا؟ حور يلا. يلا يا حور step number 1 دي substitution. الله ينور عليكي هعمل direct substitution وما تنسيش في الامتحان تمام ان انت تعملي direct substitution. ليه؟ لان في مسائل كتير جدا الانسر بتاعتها بتطلع من الدايركت substitution على طول زي اللي قدامك دي. لما اعمل دايركت سبستيشن هتبقى 0 for 2 0 minus 1 بنيجاتيف 1 over 0. طب ما دي خلصت خلاص دي undefined. undefined يعني doesn't exist. بس كده. فهمتي قصدي؟ عشان بس ايه ممكن حد يقعد ايه يقعد يدوخ نفسه يعمل فاكتورايز ويعمل مش عارف ايه وهيلاقي نفس الدنيا تاهت معايا. لا انا ستيب نمبر 1 بعمله دايما لما علمتكم الليمت قلت دايركت سبستيوشن. ساعتها الانسر بتاعتي هتطلع حاجه من الثلاثه يا اما ديفايند وتبقى خلصت يا اما undefined اللي هو عباره عن رقم على زيرو يا اما unspecified وساعتها بقى بنخش في الدروس الكتير اللي اتفرعت عندنا ان انا هلجا بقى للفاكتورايزيشن وبعد ما هلجا للفاكتورايزيشن لو ما نفعش هلجا للكونجكت وليها شروط ولو ما نفعش هلجا لللونج ديفيجن ولو ما نفعش بقى هخش بقى على انواع الليمتس الكتير اللي احنا خدناها ليمت الثيرم وليمت انفينيتي وليمت تريك فانكشن وهكذا. وصلت؟ فاساس الليمت الدايركت سبستيوشن. طلعت شكرا ما طلعتش نبدا بقى نشوف حلول ثانيه. تمام تمام اتفضل. 292 ملك ملك مجدي. ايه مستر مع حضرتك. يلا ملك. بيقول لك the area of the circle passes through an equilateral triangle ABC. طبعا نتفق ان الايكولاترال تريانجل اي بي سي ده كل انجل ب 60 عشان ما انساش بس عشان ممكن حد يتوه يبقى عارف بس مش واخد باله او مش ملاحظها. والسايد لينث 9 يبقى ده الاي وده البي وده السي. انت عايز ايه؟ قال لك اي حاجه انت عايزها هتتجاب خلاص. انت عايز الاريا بتاعت السيركل. عشان انت تجيب الاريا بتاعت السيركل لازم تجيب الراديوس. تمام. فعند حضرتك رول بتقول ان اي اوفر ساين اي ايكوال تو ار ايكوالز تو ار اي سمول 9 ساين اي ساين 60 ايكوالز تو ار which means ان 9 على ساين 60 دي هتدي كام؟ 6 روت 3 6 روت 3 ايكوالز تو ار How do you to be divided? You will R become 3 root 3. متشكرين.
ده كده راديوس. اي حاجه بقى تتجاب، لسه كنت بتكلم مع احمد، ممكن يطلب منك الراديوس مباشره، يطلب منك سيركمفرنس او اريا. هنا طلب اريا، فالاريا بتاعتك عباره عن باي ار باور 2، يعني باي في 3 روت 3 باور 2 اللي هي كام؟ تمام، ثانية واحدة على مهلك. اه 27.3. الله ينور، الله ينور، برافو. خلاص لحد كده في مشكلة؟ يلا بينا. 293، 293 ده يعتبر من أهم الأسئلة اللي موجودة عندكم في اللامت، اللي هو يعني إيه دايما بيثبت لي أو بيعمل لي كونفيرم دايما للكلام اللي أنا دايما بقوله لما حد بيقول لي كالكليتر. فين نوران؟ فين؟ ايوه مستر. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. الحمد لله. بصي يا نوران، تقريبا انت في مره من المرات قلت لي كالكليتر، استخدام كالكليتر في الليمت، وانا ساعتها اصريت ان بلاش تستخدمي كالكليتر في الليمت. أيوة. تمام. ليه بقى؟ بتاع الامتحان اللي هيحط الامتحان او اللي حط الامتحان عارف الثغره بتاعه الكالكليتر بتاعه الليمت دي على فكره، عشان تبقي عارفه. فلما يحط لك امتحان مالتيبل تشويز عايز يختبرك في الليمت، اه ممكن يجيب لك سؤال حته استخدام الكالكليتر يوقعك فيها، اللي هي في نوع تاني من انواع الاسئله استخدام الكالكليتر فيه في الليمت ما يطلعش الانسر، والنوع اللي انت شايفاه قدامك ده ان هو يجيب لك انون جوه الليمت. ده بقى مستحيل ان انت تحطي كي دي على الكالكليتر. فاهم قصدي ايه؟ عشان كده احنا معلش بيطلع عينينا ان احنا نعمل ستبس في مسائل الليمت، ستبس في مسائل الليمت، عشان لما يجي لنا حاجه زي كده في الامتحان هو ده اللي هينفعنا بقى. تمام. انا بس انا حبيت ايه اعلق على النقطه دي عشان ايه تاخدي بالك، يعني يبقى لازم يبقى البديل متوفر عشان ما يقعش مني سؤال زي ده. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي اتفضلي. انا عايز مين؟ فين؟ اتفضلي. مهاب فين؟ مهاب انت سامعني معانا؟ مهاب لا مش موجود. اوكي طيب. محمد محمود يلا حبيبي. النوع ده من انواع الاسئله محمد، تمام، تاخد بالك منه كويس جدا. احنا حلينا، عدى علينا قبل كده. تمام. عدى علينا قبل كده وعدى علينا بطريقه بس الطريقه كانت مختلفه شويه. هو هنا بيقول لي limit when x tends to 1 ل x squared minus k squared على x plus 2 equals negative 1. خلاص؟ الفكرة هنا الكي عشان أحسبها، أحسبها إزاي؟ قال لك step number 1 اللي هيخليك تبقى واثق إن أنت بتحسب الكي صح، بص الـ denominator هي عبارة عن إيه؟ يعني لما تعمل direct substitution الـ denominator هيطلع إيه؟ هل هيطلع زيرو ولا هيطلع رقم؟ ده هيطلع رقم. لو طلع زيرو يبقى لازم لازم اللي فوق يبقى بزيرو، انما لو طلع برقم يبقى حضرتك كده ادعي ربنا قول يا رب يطلع برقم. ليه؟ لان ساعتها هتلاقي ايكويشن عاديه جدا. حضرتك هتعمل x tends to 1، شيل الاكس وحط مكانها 1، هيبقى تحت بكام؟ ب 3. وفوق شيل الاكس وحط مكانها 1، هيبقى 1 minus k squared. الكلام ده equals negative 1. حل ايكويشن عاديه، 3 هوديها هناك بالديفايد او ديها بالتايمز، يبقى 1 minus k power 2، 1 minus k power 2 equals negative 3. ال 1 هوديها بالماينس، يبقى negative k power 2 equals negative 4. negative cancel negative يبقى k power 2 equals 4، منها ال k equals positive or negative 2. وشكرا انا كده خلصت. تمام. اللي عدى علينا قبل كده محمد، اللي عدى علينا قبل كده في النوع ده من انواع المسائل، في مسائل عدت علينا قبل كده find the value of k، تمام، وموجوده جوه لامت زي دي بالظبط. تمام. بس كان الدينومينيتور بزيرو، كان الدينومينيتور بكام؟ بزيرو. فساعتها ساعتها ما دام هي طلعت ريزلت يبقى لازم كمان النيوميريتور يطلع بكام؟ يطلع بزيرو، عشان تبقى زيرو اوفر زيرو ان سبيسيفايد، وبعد كده يطلع لها ريزلت. فهمت قصدي؟ فساعتها كنت باخد اللي فوق اساويه بزيرو، انما هنا انا مش هعمل كده. ليه؟ لان انا لما جيت عملت دايركت سبستيشن طلع اللي تحت بكام؟ رقم بنمبر، يبقى لازم اللي فوق يطلع برضه نفس الكلام بنمبر، ويتعمل لها سمبليفاي ويطلع نيجاتيف 1 في الاخر.
فاهم قصدي؟ يعني انت دلوقتي لو حابب تعمل تشيك شيل الكي وحط 2 مثلا هيطلع لك نيجاتيف 1، او شيل الكي وحط نيجاتيف 2 هيطلع لك نيجاتيف 1 بالدايركت سبستيتيوشن على طول، مساله ليميت عاديه خالص. فهمت قصدي؟ تمام وصلت. اخد بالي بقى من حته الكي دي يا جماعه كويس جدا، اخد بالي من حته الكي كويس جدا بليز لو سمحتم. خلاص تمام اتفضل. اتفضل يعني. مستر معلش ممكن حضرتك تقول لي بس ازاي يعني لو طلعت يعني تحت بزيرو هتحل ازاي؟ تاخد اللي فوق تساويه بالزيرو. ما اصل بص يعني واحده واحده، تعال نفكر مع بعض بعقل حد فاهم. تمام حضرتك لما تحل مساله ليميت خلاص تمام اهو كده مثلا يعني انا هكتبها هنا وبعد كده هبقى امسح الكلام ده. تمام انت لما تحل مساله ليميت اهي مثلا ليميت لما x tends to 1 مثلا او x tends to 2 ل x minus 2 x power 2 minus 4 حلو كده؟ تمام. وانا جيت قلت لك ان دي ليها انسر وطلعت لك الانسر وحطيتها كده. تمام فهمت عليك، قصدي حضرتك ان هي unspecified فتحت الله ينور عليك الله ينور عليك. حضرتك لما بتحل اي مساله ليميت اول حاجه بتعملها هي دايركت سبستيوشن صح؟ تمام. بيطلع حاجه من الثلاثه، يا اما specified يعني ليها ريزلت وساعتها بيبقى الفراكشن بتاعك اللي فوق رقم واللي تحت رقم عادي جدا. تمام. يا اما بتطلع undefined يعني اللي فوق رقم واللي تحت زيرو. تمام. وساعتها لو undefined ما يطلعلكش انسر. تمام. يا اما unspecified فوق زيرو تحت زيرو ويطلع لك في الاخر ليها ريزلت. طب حضرتك لما تيجي تعوض بالتو هنا هيطلع لك اللي تحت بكام؟ بزيرو. الله. طب ده اللي تحت بزيرو والمفروض انت قايل لي ان ليها انسر، يبقى اجباري لازم اللي فوق ده بكام؟ بزيرو. بزيرو عشان تبقى ان سبيسيفايد ويطلع لها ريزلت في الاخر. فهمت قصدي؟ تمام فهمت. هي دي النقطه بتكلم فيها، هي نقطه الفهم دي. تمام. طيب لو طلع اللي تحت رقم، لو طلع اللي تحت رقم يبقى اللي فوق ايه؟ رقم. تمام. وانا هحسبه بقى عن طريق حل الايكويشن ايا كان. تمام. الرقم اللي فوق هو مين حتى لو طلع فوق زيرو، بس هو مش لازم يطلع زيرو فوق، ممكن يطلع اي رقم فوق. تمام. بحساب الايكويشن اللي انا حسبتها دي يطلع لك اللي فوق المفروض بكام. تمام ماشي. تمام شكرا. شكرا لك حبيبي اتفضل. يلا بينا ليميت. ده طبعا كان ليميت انفينيتي، كان ليه طريقه جميله جدا. بنبص على اعلى باور الاكس في الدينومينيتور واعمل كل تيرم ديفايدد باي ذا هايست باور اوف اكس ان ذا دينومينيتور. تمام. اعلى باور الاكس في الدينومينيتور هو اكس باور 2، فهقول له اوفر اكس باور 2 اوفر اكس باور 2 اوفر اكس باور 2 اوفر اكس باور 2. ببساطه كده ده بزيرو ده بزيرو، ده كده تحت يديني تحت في 5، وهنا 2 على اكس هنا زيرو، يبقى الانسر فاينلي 0 اوفر 5 اللي هي كام؟ اللي هي زيرو. تمام. طيب كويس، يلا بينا. عايز حضراتكم دلوقتي الناس كلها عشان تصحصح، ويا ريت يا ريت يا ريت من فضلكم الناس كلها تمسك قلم. خلاص يا جماعه ده بعد بكره الامتحان. تمام. يعني بعد بكره الامتحان، فخلاص يعني مفيش وقت نهائي. حضرتك امسك قلم وامسك كالكليتر. تمام. وقوم فز كده من على السرير لو انت قاعد مأنتخ في السرير وماسك التليفون كده وكأنك بتتفرج على فيديو على اليوتيوب. تمام. واقعد زي المحترم كده حل الكلام اللي انا بقوله، ولما تخلص اعمل ريز هاند. تمام. هديك تايم كده بحيث ان انت تخلص الكلام اللي قدامك ده. عايز من 295 ل 306. يلا الناس كلها تتفضل.
احمد عبد العزيز وصلت لفين؟ انا بحل في اخر واحد. كويس جدا، الله ينور. عبد الرحمن اشرف، يا حبيبي وصلت لفين؟ انا في 300 دلوقتي. 300؟ انت 300، شكلك 300 وانت بتحلم، صوتك نايم خالص. تعالى على مكتب. اي طيب ماشي، صح صح بقى كده. هنا في سؤالك كام؟ اليوم حضرتك في سؤالك كام؟ انا بفكر في 303 بس خلصت كله. الله ينور عليك، برافو، ممتاز، الله ينور. مالك خالد في السؤال الكام؟ انا في 301. طب يلا شد شويه، شد شويه. تمام. يلا يا جماعه، الناس كلها تشد شويه يا جماعه. ها بس الله ينور. يلا بينا. الناس اللي عملت ريز هاند دي خلصت كله صح؟ صح يا حور؟ اه يا مستر. في حاجة توقفت؟ او كتير ولا لا؟ لا هو سؤال واحد. سؤال واحد. وانت يا احمد؟ هو سؤال واحد. سؤال واحد. طب احمد حل معايا دي كده يلا. واضح جدا من المنظر اللي قدامك ان دي مساله لمت ثيرم صح كده، اكس باور 532. فكان لينا طريقه كده معينه في مسائل اللمت ثيرم بطريقه ظريفه جدا، كنا بنقسمها، وخصوصا لما يكون الدينومينيتور ده ما ينفعش ان انا العب معاه زي ده كده، فكنت بحط النيومريتور هنا بس بعد ما اعدله، بدل ما اقول 32 هقول 2 باور 5، واللي تحت هنا هقول x to the power 2 plus 3x minus 10، وكنت بكمل صوره الثيرم هنا وهنا صح كده؟ طيب تعالى بقى اللي تحت ده في الفراكشن نمبر 2 اقدر اعمل له فاكتورايز x و x 2 times 5 positive negative صح كده؟ بالكالكليتر. يلا بينا. الجزء ده يطلع لي answer اللي هي هنزل الباور multiply by 2 ناقص من الباور 1 لقيت. هنا x minus 2 راحت مع x minus 2 اتبقى 1 over one. x plus 5 بالدايركت yes. substitution هتطلع 1 على 7 صح كده؟ هيبقى الفاينل ريزلت ايه؟ 80 على 80 7. الله ينور، برافو عليك. اتفضل. 296 برضه نفس الكلام، ليميت ثيرم، بس كان هنا لازم نلعب مع شرط الليمت. مريم شريف يلا بينا. مع حضرتك. يلا يا مريم. هنا كان عندي ليمت when h tends to zero
ال x plus h o to the power 9 minus x to the power 9 over h. مبدئيا احنا متفقين ان احنا هنغير شرط الليميت h tends to 0. انا عايزها ايه؟ تبقى x plus h. الله ينور عليكي. هعمل plus x للليفت plus x للرايت هيبقى x plus h tends to x. اوكي تعالي بقى نعدل شرط الليميت يبقى ليميت ل x plus h tends to x وقسم بقى التقسيم اللي احنا عارفينه. معايا؟ تمام. هيبقى x plus h all to the power 9 minus x to the power 9 وهناك هرمي ال h اللي هي الدينومينيتور تين. بعد كده اكمل صورة الثيرم x plus h minus x x plus h minus x. هنا x plus h x plus h x plus h x x x power زي power minus minus ساعتها هننزل الباور times x ونقص من الباور negative x positive x cancelled و h cancel h يكون 1. شكرا. يبقى الفاينل ريزلت 9x to the power 8. وصلت؟ تمام تمام. تفضلي عمر. تفضلي عمر. مثلا انا فيها السؤال اللي فات في حاجه ما عرفتش اعملها اللي فات. اتفضل. هو x plus 5 دي عملناها ازاي؟ معاك كالكليتر في ايدك صح؟ أوه. طيب يا حبيبي امسك كده الكالكليتر وخش على سيستم ايكويجن واختار نمبر 3 هيقول لك اي بي سي. ايوه ال اي اكتبها 1 وال بي ايكوال 3 وال سي ايكوالز نيجاتيف 10 ايكوال ايكوال طلع لك اكس 1 بكام؟ ب 2 2 ونيجاتيف 5 واكس 2 بنيجاتيف 5. ساعتها كنا بنعمل الفاكتورايز افتح 2 براكتس كده ال 2 بدخلها بعكس الساين يبقى اكس ماينس 2 والنيجاتيف 5 باكس ساين يبقى اكس بلس 5. تمام. ده الفاكتورايز بالكالكليتر اللي احنا كنا بنعمله. تمام. اتفضل. 297 297 يلا لما تم x tends to 0 اوكي لساين x على 4x طبعا دي ما فيهاش اي مشكله ده لما تريك فانكشن عادي جدا هقول له اوفر x اوفر x اللي فوق يطلع لي 1 واللي تحت يطلع لي 4 هيبقى الانسر بتاعتي 1 اوفر 4 دي مش محتاجه حاجه خالص دي انت ممكن تجيبها بعينك. تمام. لو حد وقف معاه السؤال ده او مش فاكره يعمل ريز هاند قبل ما اكت اللي بعديه. يلا في 298 بيقول لي y equals fifth root of x. طيب انت عايز ايه؟ قال لك then the inverse function of y. طبعا مبدئيا فكره الانفرس فانكشن احنا بنعمل ريبليسمنت شيل x مكان y وy مكان x يبقى اشيل ال y واحط مكانها x واشيل ال x واحط مكانها y يبقى fifth root of y وبعد كده بجيب y لوحدها عشان اتخلص من الفيفث روت بقول هنا باور 5 باور 5 باور 5 كنسل الفيفث روت يبقى الانسر هنا y equals x to the power 5 وكده خلصت خلص يبقى y equals x to the power 5. تمام. $299 عنين حضرتك. بص يعني احنا دي ده تقريبا احنا بدأنا الحصة بالسؤال ده يعني احنا بداية الحصة بدأنا بالسؤال ده واتكلمنا فيه بالتفصيل فاكرة طبعا صح؟ The exponential function whose base A increase if A مالها؟ أكبر من 1؟ أكبر من الـ 1. الله ينور عليك. خلاص دي برضو مش محتاجة أي حاجة خالص. 300 تفضلي. $300 ده صراحة سؤال جميل. أنا يعني
بصيت عليه سريعا دلوقتي كده وعجبني بصراحه. تمام. هو ده يا احمد، هو ده اللي واقف معاك؟ لا تمام. سارة، سارة مع حضرتك. يلا سارة، حليتي السؤال ده؟ السؤال الوحيد اللي سبت. السؤال الوحيد اللي سبتيه. طيب يلا بينا. سبحان الله، بحس بيكو والله. بس يا سارة، هو بيقول لك f of x equals x minus 4 in case of x greater than or equal 4 و g of x in case of x smaller than 4 is symmetric about the line x equals 4. Then the function g is، الراجل هنا عايز حد فاهم، تمام، عايز حد فاهم ومركز ويمشي حته حته. سؤال جميل جدا بصراحه. تعالي بس نسأل سؤال تاني خالص بعيد عن السؤال ده. انت عارفه اللاين x equals 4 ده بيترسم ازاي؟ فاكره ولا لا؟ عند ال 4، عند ال 4 ما انا عندي coordinate axis فيه كذا 4، عندي 4 هنا وعندي 4 هنا. فلما الراجل يقول لك x equals 4 يا ساره، يبقى ده straight line cut x at 4 و parallel y axis. هو ده اسمه x equal 4. لما اقول لك x equals 2 ده اسمه line x equal 2، بيبقى perpendicular على x axis كده و parallel y. لما اقول لك line y equals negative 3 يبقى ده line y equal negative 3 وهكذا. فهمتي قصدي؟ ما تنسيهاش خالص بقى. عشان كده لو تفتكري، لو تاخدي بالك، لما كنا بنقول، لسه كنت بتكلم مع علي لو تاخدي بالك، كنت بقول له الايكويشن بتاعت اكس اكسز ايه؟ y equal 0. برافو عليك. يعني لو دي نيجاتيف 3 مثلا، ولو ده كده، ده كده اسمه y equals negative 3. طب لو دي نيجاتيف 2 ورسمت اللاين ده كده، قال لي دي y equals negative 2. طب لو دي نيجاتيف 1، قال لي دي كده y equals negative 1. قال لي طب ودي كده ايه؟ قال لي دي اسمها y equals كام؟ 0. اللي هو يمثل مين؟ اكس. الله ينور عليك. فهمت اللعبه؟ نفس الكلام بالظبط بالنسبه لاكس. اكس ايكوالز 4، اكس ايكوالز 3، بيبقى بيربنديكولار على الاكس، بيربنديكولار بيربنديكولار لحد ما يوصل لواي اكسس، ساعتها اسمه اكس ايكوالز كام؟ 0، اللي هو الايكويشن بتاعت واي اكسس. وصلت كده؟ حلو قوي. الراجل تاني هيعيد كلامه، يقول لك خلي بالك، انا بقول لك انا عندي كوردينيت اكسيس بالمنظر ده اهو. عندي الاكس ايكوالز 4 اهي. ده اللاين بتاع x equals 4. الفانكشن f of x اللي هي بيس وايز فانكشن مقسمه كالاتي: x minus 4 في حاله x greater than or equal 4. تعالي كده سريعا بعينك، x greater than or equal 4 يعني 4 5 6 and so on. تعالي نعوض بالبوينتس كده، يعني هيديني 0، ها 5 minus 4 ب 1، 6 minus 4 ب 2 and so on، صح؟ يلا نعمل بوينت 0 0 4 اهي، 1 و5 2 و6 هيطلع اللاين كده، صح كده؟ ده الجزء الاولاني اللي هي x minus 4. الراجل بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك g of x دي، تمام، اللي هي x smaller than 4 symmetric مع، يعني الجزء ده والجزء ده يعتبر symmetric مع ال line x equals 4. يبقى منطقيا هترسم ازاي؟ صح ولا مش صح؟ او صح. جميل. يبقى هي دي الجي اللي هو عايزها. انا كده خلصت خلاص، مفيش غير حاجه واحده بس اللي تنفع في دول، اللي هي ايه؟ decreasing function. decreasing function، برافو عليك. لان حضرتك تعالي عند الجي كده، لو دخلتي من الشمال وامشي مع الجي، هتلاقي الجي بيحصل لها ايه؟ بتنزل. احنا مشينا في الانكريز وديكريز ايه؟ ان انا امشي من الليفت واخبط في الفانكشن واتحرك معاها، الاقي نفسي بنزل. قال لك بس decreasing function. هنا الراجل بقى بيختبر معاكي كل حاجه، بيختبر معاكي انت عارفه السيمتري ولا لا، عارفه اللاين اكس ايكوالز 4 فين ولا لا، عارفه الانكريز والديكريز ولا لا، كذا حاجه. اتفضلي يا هاجر. بس انا مش فاهمه لما عملنا الجي، يعني مش فاهمه حته الجي بصراحه. بصي، انت لحد اللي احنا رسمناه ده اللي هو اكس ايكوالز 4
واللاين اللي هو بتاع x minus 4 والتيبل اللي احنا حاطينها ده فاهمها صح؟ طيب هو الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك اقري السؤال. f of x اللي هي ال piecewise function دي is symmetric about the line x equals 4. انت عارفه ده معناه ايه؟ يعني عندك اللاين x equals 4 اللي هو ده خلاص؟ في ال piecewise function اللي هو متقسم من جزئين هو symmetric about اللاين ده، يبقى اللاين ده يعتبر ميرور ليها. فانا لما جيت رسمت البارت ده طلع ده اهو الاسود ده، يبقى البارت الثاني عشان يبقى سيمتريك ليه قال لي يبقى من الناحيه الثانيه. تمام فهمتي قصدي؟ اه تمام وصلت الفكره. يبقى من الناحيه الثانيه كده، يبقى بالمنظر اللي انا رسمته ده، انا مش عايز النقط، مش عايز بوينتس هنا دي كام وكام وكام وكام، لا انا عايز تصور بس كده ان هو هيترسم من الناحيه الثانيه يكمل السبعه من الاخر عشان يبقى سيمتريه، يحصل سيمتري هنا about the line x equals 4. طب وبعدين بقى قال لك بقى اني واحده بقى الجي دي تنفذ ايه من دول؟ هل هي كونستانت فانكشن؟ لا طبعا عمرها ما تبقى كونستانت لان الكونستانت بيبقى بارل مع اكس اكسس. هل هي ايفن فانكشن؟ لا طبعا لان الايفن فانكشن سيمتريك اباوت واي اكسس. واي اكسس دي بعيده خالص لان دي نوت ايفن ولا اود ولا اي حاجه خالص. طب هي انكريزنج ولا ديكريزنج؟ تقولي لي بس ثواني، هي حاجه من الاثنين، امشي من الشمال واخبط في الجي وامشي مع الجي هلاقي نفسي ايه؟ ديكريزنج. بنزل تمام، ما حدش يقول لي هطلع ها، لان انا بروح للجزء الثاني، يعني انا بمشي من الشمال وبخبط وانزل عشان اروح للجزء الثاني، انا ماشي 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 من الشمال، ما حدش يقول لي اطلع دي يعني انا رايح لل يعني راجع ثاني للشمال، لا انت من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، وخد الباث بتاعك كده، شوف انت هتخبط وهتمشي ازاي، هتنزل يبقى دي ديكريزنج وبعد كده انكريزنج. فهمتي قصدي؟ يبقى الجي بيحصل لها ايه؟ الجي بيحصل لها ديكريز والجزء الثاني ده بيحصل له انكريز، بس انا مش جاوب الجزء الثاني، انا بتكلم الراجل بيتكلم على جي. وصلت؟ تمام اتفضلي. شكرا يا ساره اتفضلي. الناس اللي حلت حور انت، هو ده السؤال اللي واقف معاكي؟ هو ده احمد، انت حليت السؤال ده كده احمد عبد العزيز ولا طلع معاك حاجه ثانيه؟ انا حليته كده. الله ينور عليك. تفضلوا يا جماعه. 301 طبعا ده سؤال من الاسئله المحبوبه في الامتحان، المحبوب، عدت علينا كتير جدا. معنى ان هي عدت علينا كتير جدا يعني عدت في اكتر من امتحان السنين اللي فاتت كتير، وبصراحه يعني انا شايفه سؤال من الاسئله الجميله بتاعت الترنك. بيقول لي in the triangle ABC two sine A equals 3 sin B equals 4 sin C. احنا كنا متفقين ان هنا لازم حضرتك تعمل حاجه، تدور على number divisible by 2 و 3 و 4 في نفس الوقت. ايه النمبر اللي هو divisible by 2 و 3 و 4 في نفس الوقت؟ طبعا في التايم تيبل مشهور جدا 12، عدت علينا اكتر من مره، فاقول له هنا over 12 over 12 over 12 هوصل ان sin A over 6 equals sin B over 4 equals sin C over 3. على طول من هنا اقدر اقول له A to B to C A to B to C 6 to 4 to 3 6 to 4 to 3 اللي هو multiple choice دي. ده سؤال من الأسئلة السهلة الجميلة المهمة، خلي بالك. طيب 302 برضه سؤال ده عدى علينا قبل كده اكتر من مره. تمام، يختص بالديفينيشن بتاع الايفن والاد، ايفن فانكشن اد فانكشن. تمام، انا برضو هعمل ريفرشمنت سريع كده عليه. كان عندنا شرط الايفن فانكشن كان f of negative a equals f of a، ساعتها الفانكشن بتاعتك عباره عن even function، ولو f of negative a equals negative f of a تبقى الفانكشن بتاعت حضرتك odd. فلما يجي يقول لي if f is an odd function وال a belongs to the domain of f، يبقى f of a plus f of negative a equals dots. تقوم انت رادد عليا تقول لي هي سنس ان هي اد، يبقى f of negative a عباره عن negative f of a.
طيب يبقى f of a minus f of a قال لك 0 على طول وانت مغمض وعدت علينا اكتر من مره. طب لو كان قال لي ان الفانكشن ايفن هقول له يبقى f of negative a equals f of a يبقى الانسر بتاعتي 2 f of a يبقى f of a plus f of a 2 f of a. تمام وحطيتها لك في التشوز عشان يوقع الناس اللي ايه البصمجيه يعني. بعد كده 303 يلا يا نور. تمام مع حضرتك يا مستر. If the ratio among the measures of the angles of a triangle equals 8 to 3 to 1, then the ratio between the longest two sides in the triangle equals dot. أي بس نتكلم هو بيقولك the ratio ما بين إيه؟ قالك the ratio ما بين الأنجلز يبقى the measure of the angle A to the measure of the angle B to the measure of the angle C is 8 to 3 to كام؟ 8 فأقول هنا to sum. Some of them equals كام؟ 12 وتحت ال 12 هحط 180 اللي هي some of the angles كلها بكام؟ ب 180. وصلت؟ يلا هات لي كده انجل انجل من دول 8 times 180 divided by 12 120 3 times 180 over 12 45 1 times 180 over 12 15. كويس قوي. يبقى عندك ايه؟ عندك انجل A 120، انجل B 145، انجل C equals 15. هو عايز الراتيو between the longest two sides. طبعا the ratio between the longest two sides هي the same ratio ما بين the greatest sign السين بتاعت ال greatest angles. على اعتبار ان احنا قلنا ان A over sin A equals B over sin B equals C over sin C ان the ratio between the sides is the same ratio ما بين ايه او في لو انا عندي ال sides proportional مع sine the opposite angles يبقى لما اجي اطلب منك اقول لك ده ratio ما بين a to b to c هي sin a to sin b to sin c يبقى لما اجي اقول لك انا عايز ratio ما بين اكبر اثنين sides طبعا اكبر sides opposite the longest greatest angle مين اكبر angles عندك 120 45 حلو جدا جميل جدا يبقى انا لما اقول لك انا عايز ذا ريشيو بتوين اكبر اثنين سايدز يبقى تقولي لي ساين A تو ساين B ساين A تو ساين B يعني ساين 120 على ساين 45 كم؟ روت 6 اوفر 2 بس كده وصلت؟ انت كنتي حلتيها ولا لا؟ هو انا كنت حلتها بس ما كنتش حلتها كده الصراحه. امال حلتيها ازاي؟ انا اخدت الريشيو زي ما هي ما اخدتش بالي ان هو قصده على الميجرز نفسها مش الساين. روح ارمي نفسك من الشباك يا نور. بجد ولا ارمي نفسك من الشباك؟ انت بتهزري؟ ده بيقول لك ده بيقول لك الانجلز ريشيو زي ما هي تاخديها ريشيو زي ما هي. حظك ان انت مش قدامي دلوقتي. ماشي يا نور ماشي يا نور. اختفي بقى اختفي اختفي بسرعه. يلا بينا. جانا محمد. ايوه مسلم. يلا جانا. بيقول لك هنا ان f of x equals 4x minus 5 و g of x equals 3 to the power x. أنا عايز أجيب f composed g of x اللي هي عبارة عن f of g of x. إن أنا همسك الـ function f هشيل كل x وأحط مكانها g of x. صح؟ آه. حلو أوي. يعني الـ g of x دي عبارة عن إيه؟ 3 power x minus 5. طيب هو عايز f composed g of كام؟ 2. شيلي اكس وحطي مكانها 2 يلا 3 باور 2 ب 9 4 تايمز 9 36 ماينس 5 تمام كده؟ اوكي اتفضل
305. ايه احمد احمد عبد العزيز انت قلت لي ايه اللي واقف معاك؟ كان سؤال تجمد فيه. ماشي بس فهمته طيب؟ تمام تمام. يلا بينا، عايز حد ما حلش معايا مش عشان هو السكرين ما بيجيبش الناس كلها عندي. ثانيه واحده معتز. صباح الفل يا معتز، انت مستخبي مني يا عم. يلا بينا. لامت لما x tends to 2 ل x minus 2 على x plus 1. اوعى معتز تكبر دماغك من حته الدايركت سبستيشن، لان ممكن يكون الحل مفتاحه في الدايركت سبستيشن. بمعنى ان حضرتك هنا في مساله زي دي برضو للمره الثانيه، للمره الثانيه الراجل بيقول لك الدايركت سبستيشن هيطلع الانسر 2 minus 2 ب 0 over 2 plus 1 3 0 على 3 ب 0. فتطلع معاك الانسر على طول. ايوه تمام. خلاص؟ زي الفل، اتفضل يا معتز. بنزين. الله حضرتك يلا بينا مازن. limit لما x tends to 5 ل x to the power 2 minus 8x plus 15 over x to the power 2 minus 10x plus 25. direct substitution هيطلع ايه مازن بسرعه كده؟ هيطلع ب 0 over 0 unspecified. ساعتها هلجا للفاكتورايز، هقول له limit لما x tends to 5 هفاكتورايز اللي فوق اهو x minus 5 x minus 3 times 5 negative negative وتحت هيبقى the perfect square x minus 5 x minus 5 cancelled هيبقى 5 minus 3 5 minus 3 ب 2 على 0 و 5 minus 5 0 طبعا 2 over 0 اللي هي undefined and doesn't exist. تمام مستر. تمام كده؟ تمام. في مشكلة؟ لا تمام. اوكي زي الفل. يلا بينا، عايز الناس كلها تخش على البيج دي تخلصها، اتفضل. واللي يخلص يا جماعة يعمل ريز هاند من فضلك.
تمام. يلا بينا، الله ينور يا شباب. يلا يوسف، أول واحدة طلعتها إيه يوسف؟ فايف. غلط غلط لسبب، أنا شرحت النوع ده من أنواع المسائل قبل كده وقلت إيه؟ قلت لك خلي بالك limit infinity عشان تشتغل عليه لازم تخلق fraction، صح؟ وفي الحاله دي لازم حضرتك تخلق فراكشن، وخلقك للفراكشن عن طريق ان انت تسحب common factor the highest power of x، تمام؟ بمعنى اللي هي x power 2. الله ينور عليك، لان انا لو اخذت ال x power 2 as a common factor وافتح bracket هيبقى الاولاني هيبقى 3 over x power 2 plus 5 plus 3 over x، لان كون ان انت تسحب x power 2 common factor يعني بتعمل divided x power 2. الاولاني ديفايدد اكس باور 2 يديك 3 على اكس باور 2، الثاني هيديني 5، الثالث هيديك 3 على اكس. ليميت انفينيتي بقى يقول لك ان ده بزيرو وده بزيرو. هيتبقى ليميت لما اكس تندز تو انفينيتي ل 5 اكس باور 2. بالدايركت سبستيوشن 5 تايمز انفينيتي بانفينيتي. فهمت هندسه؟ طيب خلي بالك بقى من النوع ده، ها؟ عشان حليت شبهه قبل كده كتير. بس ما فيش مشكلة. يلا. عايز فارس. يلا فارس. يلا بس. بص يا حبيبي، هنا بيقول لك all the following relations represent a function. فاكر يا فارس؟ كنا بنقول لما يجيب لك relation عايز تعرف هي function ولا لا، بتعتمد على الباور بتاع y. لو باور ال y odd يبقى function وانت مغمض، لو power ال y even تبقى not function، صح؟ الله ينور عليك. هو بيقول لك كل دول function ما عدا واحدة بس، مين؟ ايه؟ تاني، لو الباور بتاع y odd تبقى function، لو الباور بتاع y even تبقى not function. يعني كلهم نوت فوق، يبقى سي. ما في، انا ما هو ده اللي انا بقوله فارس بيه. ما هو ده اللي انا بقوله، ان هم كلهم فانكشن ما عدا واحده. هو بيقول كده all the following relation represent معلش انا اتلخبطت في تخطى الاكس. لا ما هو العكس، معلش ما هو العكس هيبقى A تنفع و B تنفع و D تنفع. اي فهمت؟ فهمت يا مستر. اوكي يا حبيبي اتفضل. السؤال نمبر 309 ده انا حليته اكتر من مره قبل كده، تمام؟ عبد الرحمن محمد معانا؟ جانا اخوكي فين؟ اخوكي معاكي ولا فين؟ جانا انت سامعاني صح؟ عمرو فؤاد؟ ايوه مستر. يلا يا عم. ايوه مستر. يلا حبيبي. السؤال ده حليناه قبل كده شبهه اكتر من مره. انا راجل يدي لك f of x يديك fractional function، ما يطلبش منك الدومين، يطلب منك الرينج. فساعتها عشان تجيب الرينج لازم تجيب دومين. عشان تجيب رينج لازم تجيب ايه؟ دومين. طبعا الدومين هنا الدومين على طول وانت مغمض r minus 1. الله ينور عليك، r minus 1. ما دام الدومين بتاعك r minus 1 يبقى الرينج هيبقى r minus حاجه. عشان اعرف الحاجه دي لازم امسك الفانكشن دي اعمل لها سمبليفاي. يلا هفاكتورايز اللي فوق
x minus 1 x plus 1. جميل. هيتبقى x plus 1. الرينج هو صورة الدومين. فحضرتك الدومين اللي انت طلعته r minus 1، خد ال 1 دي عوض بيها هنا، يدي لك كام؟ 2. يبقى الرينج بتاعك r minus 2. الله ينور عليك. على طول. السؤال ده عدى علينا أكتر من مرة قبل كده. تمام؟ عد عمل إيه ثواني. أي هاجر اتفضلي. مستر معلش عندي سؤال في السؤال اللي قبليه. اتفضلي. هو يعني إيه in terms of x؟ in terms of x ما هي y in terms of x يعني y بدلالة x معناها بالعربي يعني. In terms of x يعني y equal something x. لما يجي يقولك y equal to x يبقى دي اسمها y in terms of x. فاكرة الـ فاكرة الـ inverse function واحنا بنحلها، فكنت بقولك بدلي y مكان الـ x وبعد كده هتيلي y in terms of x. يعني اي هاتي الـ y لوحدها. يعني لما يجي يقولك مثلا مثلا اقولك مثلا ان 3y plus 5 equals x، تمام، واقول لك اي وونت تو فايند واي ان تيرمز اوف اكس، يعني واي ان تيرمز اوف اكس يعني قولي لي واي ايكوال كام اكس، فودي دي الاول بالماينس يبقى 3y ايكوالز اكس ماينس 5، يبقى واي ايكوالز اكس ماينس 5 على 3، دي اسمها واي ان تيرمز اوف اكس. تمام فهمت. واي ايكوال اي اكس يعني. اوكي 310. سؤال بسيط جدا. انا عايز دينا، يلا يا دينا. ازيك يا دينا؟ بص يا دينا هنا x to the power 3 over 2 equals 64. I want to find the value of x، فلازم اتخلص من الباور بتاع 3 over 2 دي. كنت برف بيرفكت، برافو عليك، الله ينور، شاطره دي. يلا احسبها لي بالكالكليتر هتطلع كام؟ 16. شكرا، اتفضلي، برافو عليك. 311. يلا يا ندى. ندى سمعني يا ندى صح؟ الصوت رايح مني خالص. طيب ماشي. عايز زياد، يلا زياد، زياد تامر. يلا زياد. هنا بيقول لك لوجاريزم اكس للبيس 2 ايكوالز 3. يبقى على طول حضرتك هتستنتج هنا تحولها لي اكسبوننشال فهتقول لي 2 تو ذا باور 3 ايكوالز اكس. يبقى الاكس بكام؟ يبقى اكس ايكوال 8. هو مش عايز اكس 8 عشان انت لو بالاستعجال هتطلع اكس ب 8 تجري على طول هتلاقي ال 8 في المالتيبل تشويز. هو مش عايز اكس، هو عايز لوجاريزم 2 للبيز اكس اللي هي البيز 8 1 اوفر 3. الله ينور عليك، برافو، ودي بالكالكليتر تطلع لك، برافو، الله ينور. تمام. يحيى. Yes. 312. In the triangle DEF. Triangle of DEF. DEF. The measure of the angle D equals 30. And E small equals 15 root 3. And E small, and the measure of the angle E equals 60. طبعا معلش هو triangle هنا عشان بس يبقى الكلام مظبوط. طبعا 30 60 يبقى ده right angle triangle. احنا ما كناش نعرف لان هو ما قالش سيرة ال 90، بس طبعا واجب علينا ان احنا نعدل كده عشان يبقى الرسمة مظبوطة. اهو. Angle D 30. نعتبر ان دي دي. وانجل E اهي. D E F يبقى دي 90، دي 60.
اي سمول 15 روت 3. ايه تاني؟ هو عايز دي سمول. يبقى ساين 60 على 15 روت 3 ايكوال دي على ساين 30. 15 روت 3 اوفر ساين 60. مش هتفرق. ايكوالز دي سمول اوفر ساين 30. كروس مالتبليكيشن تطلع دي عبارة عن 15 روت 3 تايمز ساين 30 اوفر ساين كام؟ 60. تطلع كام؟ 15. برافو عليك. تمام تفضل. شكرا. يلا بينا. 313. طبعا 313 من الأسئلة الجميلة جدا جدا اللي احنا يعني basics. اوكي اللي هي بتقول ان انا الانفرس فانكشن والفانكشن العاديه اف والانفرس بتاعها ان الدومين بتاع اف هو الرينج بتاع الانفرس والرينج هو الدومين. يعني الرينج والدومين هنا بيعكسوا بعض. فالراجل بيقول لك اف نيجاتيف 1 از انفرس فانكشن اوف ذا فانكشن اف ذن ويتش اوف ذا فولوينج از رايت. طبعا الدومين بتاع اف نيجاتيف 1 ايكوال الرينج بتاع اف. فيش نقاش في الكلام ده لان دي رول عارفينها. الدومين هنا هو رينج هناك والرينج هنا هو دومين هناك. 314. تمام يلا بينا. في 314 بيقول لي f of x equals 1 over x minus 2. Then the graph represents the function f is dots. طبعا يا جماعة احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده وقلنا لو انا عندي 1 over x minus 2 يبقى الجزء اللي تحت ده يخص مين؟ ده يخص x. واللي دايما كان يخص x كنا بنعكس الساين بتاعته. تمام؟ يعني اجي هنا عند 2 كنت بعمل الباوندري. هل بقى انا ارسم زي قال لك دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قال لي لا بوزيتيف. قال لي بس خلاص يبقى كده. طبعا باينه جدا جدا ان المالتيبل تشويس سي هي الرايت انسر. وصلت يا شباب؟ طيب هل في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي انا اتكلمت فيه ده؟ طيب تمام زي الفل. احنا هنوقف لحد كده النهارده. تمام بكره هنحل برضو تاني اكبر او اكبر كم احنا ممكن نعمله. تمام